صباح الورد والياسمين، صباح رضي الولدين، صباحكم زين وعسل اللي يقطر من الخدين، صباح الضحكة الرنانة وتبسيمتكم المزيانة، صباح ريحة الفل البنينة اللي عبيت المدينة، صباح تنعويشة ونسمة البحر العليلة اللي هبت من كل شيرة، صباحكم أمل وتفاؤل ودعيوة من القلب. إن شاء الله نهاركم زين وأيامكم حلوين وتسمعوا منا كان كلمة خير. صباح الخير، صباح النور للمستمعين كل وين ما كنتوا تابعوا فينا على ذا ولا ان شاء الله ينعاد عليكم يوم الجمعه بالخير والبركات كالعاده. في ماتينال اليوم معكم من قدام الميكرو سوس الحاج عمر في بث مختلف الحلقات، واليوم اخترنا نحكيو في الفقره الاولى على ايفينمون، وين مش نحكيو على ايفينمون يجينا من ميستير وخاصه يهم الشباب لتشجيعهم على الاستثمار وبدء المشاريع في التجاره الالكترونيه. دونك اليوم مش نحكيو على ايفينمون يجينا من تنظيم سوشيال ميديا كلوب والجي سي اي خنيس. سعيده جدا بوجود الكوميونيتي اللي خدمت على الايفنت هذا في الدوزيام اديسيون نتاعو. عندنا معنا يحضر امين محجوب. عسلام امين. عسلام، مرحبا بكم، مرحبا الناس الكل. تعرفنا على روحك. دونك امين محجوب، اورغانيزاتور تبع الاس ام سي، فاوندر نتاع تونيزيان اي تي كوميونيتي. جينا اليوم باش نحكيو على ليفينمون اللي باش يصير في مسير في لاباري دي سيونس. وتحضر معنا زاد يسر المساكني. عسلام يسر. عسلام، صباح النور الناس الكل. تعرفنا على روحك؟ اي سلام سيكني، فيس بريسيدنت سوشيال ميديا كلوب مونستير، سوشيال ميديا كافي بلوتو، ريسبونسابل ايزنيرسي. باهي، وزاده يحضر معنا شادلي تريمش. عسلامة. عسلامة شادلي. شادلي تريمش، نائب رئيس مكلف بالبرمجة والعلاقات الخارجية في الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بخنيس. وأورغانيزاتور تابع جي سي. برافو. دونك الولاد اليوم اجتمعتوا باش تلانسيو ايفينمون، ديجا هو صار في القروان في ماي. اليوم باش نحكيو على التجاره الالكترونيه بحضور جميع من المختصين في ليفانت هذا اللي باش يكون في البالي دي سيونس لو 23 جوان، يبدا من 9 تاع الصباح حتى الماضي ساعه. دونك كان تعطيونا شويه اول حاجه هاد نحكيو علاش اليوم اخترتوا لي كوميرس تحكيو عليه بالضبط، على خاطر فما دوموند علاش اليوم تحبوا تعاونوا الشباب باش يلانسيو في التجاره الالكترونيه، وبعد نحكيو على مختلف الفقرات اللي مش كل موجودة. دونك قبل كل شيء معناتها كيما نعرفوا احنا لو كوميرس بدا عنده معناتها عنده بريود، لكن في تونس تو بدات الموجة نتاعو طلعت. دونك الناس الكل اللي نراو فيه معناتها دي برودوي اون ليني في الماركت بليس تبع الفيسبوك ولا في على ريزو سوسيو الكل. مي دونك توا لينا فما معناتها الموندو ديجيتال، دونك دخلنا في لو كوميرس اللي معناتها نورمالمون صناعه المواقع ويب خاصه اونتر بارونتيز. دونك حبينا نحكيو افيك لي زيكسبير اللي جبناهم. جبنا معناها دي زيكسبير معناتها عندهم خبره في لو كوميرس، وعندهم معناها بروجيات خدموا عليهم ودخلوا يعني من الفلوس. يعني الفكره بديت انه فما بيزوان في المارشي، انه شفتوا اليوم الشباب مستحقه انها تلانسي في لو كوميرس، انا فما بيزوان سي ذيك هي الكلمه اللي حاجتنا بها. قلتوا علاش ليه اليوم ما نزيدوش نثمنوا نعطيو دوتر اوبورتونيتي للي جون اللي يسمعوا فينا. يسرى معك انت، خلينا نكتشفوا شكون لي سبيكر وشكون مش يحضر معنا في الايفنت هذا. دونك احنا جينا سبيسيالمون لنار اف ام، دونك من مستير المهديه باش نستدعوكم ان شاء الله لو 23 جوان باش تحضروا معنا في الاي كوميرس بور توس. باهي ان فيت الايفنمون تاعنا يبدا 9 تاع الصباح ان شاء الله. دونك عندنا المود اوفرتور اكسيتيرا. دونك لاتيلي الاولاني باش يكون سكسس ستوري تيك تاك برو زياد بوحجبه ان شاء الله. لاتيلي الثاني ساسخا اوزي شانجي كومون جي تروفي ما نوفيل فوا افيك اميمه رافيا شايب بودجيتوز بوينت ان. لو ثروزيام اتيلي ساسخا سي ار ام لارم سكريت دو سكسي ان اي كوميرس باي طارق تميمي. ومن بعد عندنا اون بوست كافي. On va continuer avec le quatrième atelier, ça sera le e-commerce, comprendre les nuances des canaux et des audiences pour un succès optimal avec Abdelkrim Ben Abdallah. On va rentrer dans le panel, Inch'Allah, AI en e-commerce. ما عرفش نحكي على البوبليسيتي، الماركتينغ، ليكسبيريونس كليون، اكسيتيرا. باش يكون محاضر معنا رضوان بن رازق،
حذام رجيبة، مكرم النفزي، أسامة سعاف، ويسري عياد إن شاء الله. يعني اليوم بربي خلنا نقف عليها هذه اللي هي دون لي كوميرس، تحبوا تركزوا اليوم كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، كيفاش ينجم يعاوننا نبنيو البراند نتاعنا، نبنيو كوميونيتي ونسوقوا بطريقة ذكية للمنتوجات نتاعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيو على التجارة الإلكترونية، دونك إيبا نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي وبصايد الحاجات هذيك. دونك ليفيرمون هذا مع الجي سي اي خنيس، معنا شاد ليتري باش يزيد يحكي لنا اكثر تفاصيل على ليفانت. تفضل شاد. بون هما برسك الكل، اما اون فات لي ستوديون ولا لي انتربرونور ولا حتى لي بروفيسيونيل، بون ما نقولوش ما عندهمش دي زيدي، عندهم دي زيدي نتاع بروجي، لكن ما فماش شكون يقيدهم، شكون يعطيهم لي اكسبيريونس نتاعهم بالضبط. حتى يعني في الفورماسيون ولا حاجه سي شير وبالفلوس وكل شيء. دونك سي اون اوكازيون اوبورتونيتي لي ستوديون باش يجيهم دي انتربرونور ويعطيهم يعني لب بالحق نتاع الاكسبيريونس نتاعهم، ويقيدوهم كيفاش يعني مشوا لي بروجي نتاعهم وحتى كيفاش يسوقوا الفكره نتاعهم. وبالضبط هيك علاش احنا دخلنا جي سي مع اس ام سي ومع مونستير، على اس ام سي مونستير خاطر بالحق سي تي انتريسون، وديجا احنا نخدموا عليه حتى جي سي كيكس وخنيس وجي سي تونيزي ديجا هو داخل في بروجرام في جي سي دون لونتربرونيا 2027. فهمتك. بالنسبه للايفنت هذا ديجا سير دوزيام اديسيون، دونك صار قبل في القروين، اعطيونا الفيدباك نتاعكم، كان الحضور، شنو راي الطلبه في مثل هذه التظاهرات؟ صارت كما قلنا في ماي 2024 صار في القروان. دونك اول اديسيون صارت عن طريق السوشيال ميديا كلوب قروان، جابوا من خيره لي زيكسبير اللي في تونس. دونك جابوا احمد بن حموده، جابوا زيد بوحجبه، جانا شكون من الصين. دونك حكينا على التجاره الالكترونيه لشال انترناسيونال يسري بن صالح. دونك وجي والله ما نسيت الاسامي الكل كامل، لكن جاو معناتها اسامي اللهم صل على النبي. دونك حكاو حضروا برشا عباد، دونك حضروا اكثر ظل قرابات اكثر من 60 واحد ولا 70 واحد، حضروا معناتها النومبر توتال على بالي حسب تقريبا 90 في 90. دونك برشا عباد الحق صاروا معناتها برشا عباد سون ساتيسفي. فما شكون خاطر هما عملوا على الحرفيات وقتها، اي تشجيع الحرف في القروين صحيح. دونك جاوا برشا عباد وقتها معناتها حرفيات وكذا وتعلموا وبداوا ديجا في يدخلوا معناتها في الديجيتال وبداوا يخدموا فيه. توا الناس اللي تسمع فينا والشباب اللي تسمع فينا وتحب تحضر في الايفنت هذي، دونك كيفاش ينجموا يتصلوا بكم دو ان؟ والايفنت اللي شكون ديدي معناتها اسكو اليوم اني اذا كان حاب لانسي بزنس نتاع اون لين نجم يفيدني الايفنت هذي، اذا كان ايتيديون نجم يفيدني الايفنت هذي باك نلقى دي زوبورتينيتي نتاع انتيغراسيون افيك دوطخ مارشي اللي يكونوا موجودين. دونك لي شكون ديدي بالضبط السيبل نتاعكم في الايفنت هذي وكيفاش ينجموا يشاركوا؟ هو ديدي لاي عبد معناتها انتيغيسي بالاي كوميرس كو سوسوا ايتيديون جون انتربرونور بروفيسيونيل، معناتها اي عبد انتريسي بالاي كوميرس ينجم يجي بحذا جوست يدخل على اليان يعمل انسكريبسيون وفما النوامر معناتها ينجم يكلمنا اتو مومون. باهي. ميديا كلوب ولا سوشيال ميديا كافي مونستير؟ سوشيال ميديا كلوب مونستير، سوشيال ميديا كلوب ولا سوشيال ميديا كلوب كافي؟ لا سوشيال ميديا كافي اي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك الاولاد نخليكم الكلمه، اذا كان عندكم نصيحه تحبوا تقدموها ولا اضافه في عالم التجاره الالكترونيه من اجل تشجيع الشباب على بعث فرص. باجوز نقول حاجه، نعرف شكون بطل من قرايته. وني هذه حاجه مش راش منها، مي هو اختار كيكا دونك ودخل في الاي كوميرس. السيد بدا بانشيفر نقولوا احنا عادي، يعني البيجي نتاعو عادي مش كبير برشا، مش من زيرو مي فهمها بيجي كومي 20 مليون بر جوست 20 مليون ودخل منهم اللهم صل على النبي. عجبتني كلمه الله صلي على النبي، معناها معناتها بالحق دخل منهم هو الفامي اللي ذيك رجعها في ظرف هذول الشهر ونص.
وتو دخل منهم دونك حل 3 سوسيتي اخرى. ما عطيتك ما انت برشا مثال سي تري بيان. دونك لي 3 سوسيتي موجودين في التجاره الالكترونيه في دي برودكت معينين ولا ها في دومين اخرى؟ فما هما نورمالمون وحده تجاره الكترونيه وزوج واحد معناتها سوسيتي اخرى. اني نعرف عبيد بدات من زيرو في التجاره الالكترونيه صدقني. جوست خذيت ان برودوي في المارشي. دونك هي الفكره وين في الانتيليجونس وين انك تختار برودكت اليوم فما ديموند عليه بار برسا معناتها يلزمك زاد كيما نعرف ولا هي ماركتينغ تسويق très important. دونك تعرف كيفاش تخدم الماركتينغ تاكس معناتها وقت تنجم تلقى الريزلت معناتها افيكاس. فما حاجه اخرى زاد فما حتى مولاو طول المعامل في حد ذاتهم انا مولاو يخدموا في الاي كوميرس. دونك يقول لك اني اوكي عندي خاطر ما كان تعرف طول المعامل يخدموا بالاشياء بالاشياء فهمت بالجرو صحيح. دونك تقول لك اني ناخذ مثلا اون كونتيتي نخدمها في الواحد. فما اني نعرف معامل بديت في الـ production في البرودكسيون تو قاعده ما تتركح في السيت نتاعها ولي كوميرس والدنيا وان شاء الله باش تعمل حاجه مزيانه. يعني اليوم لي سوسيتي ينجم مثلا هو عنده برودكت يبيع للمارشي يولي زاد يبيع في التجاره الالكترونيه. دونك اي سي فري برشا دخلوا كيكه في عالم الانترنت. حتى تو مثلا كي راهو الشركات تاع الحوايج اونتربرونز في تونس اي تلقاهم دخلوا كل كيف يعني الجروسيستي ولا لا مش جروسيستي نحكيو على الفونت اون ديتا كيما اكس وغير جوزات فهمت. دونك دخلوا في المارشي ولا يخدموا في الكوميرس بالبهزات. دونك لوبورتونيتي موجوده موجوده ولازم توريت طول الوقت طول الوقت خطر بالحق كان فلا توصي ما عادش نجم يلحق عندها فما تران لازمك تلحق تركب معه وتمشي معه. لا وسورتو في تونس المارشي مازال يستحق ما تفهم خدمه مازالنا اليوم نجموش ساتوري مازال مش برشا ما تقعدين يخدموا لي بورسنتاج وكل ما تها باش نحكيوا عليهم في ليفينغ برشا فما دي برودوي تنجم تبيع فيهم راه ما احنا خاطر الناس الكل نشوف مخخنا اي كوميرس باش باش ماكله دونك حاجه لا فما قلت لك دي برودوي تنجم تبيعهم تربح فما عباد صدقوني ولا تخدم في ديزاين محلي ويبيعوا فيه سو فورم بوكو دي زارتيكل. كان تعرف الان اف تي قبل سمعت بالان اف تي سون سي اي كوميرس. دونك انت عملت ان برودوي اونيك دونك نصور اي حاجه هو لو فات البرودوي ارت ديجيتال نسميه لو فات لي برودوي يكون ريبون او بيزوان تاع الكليون باش شي بو امبورت معناتها شنو دبش ولا ماكله ولا اكسسوار ولا فهمت بامبورت. عملت ماركت بليس في فيسبوك كان معناتها ما فيش فلوس مارك زوكربيرغ شو يقول لك معناتها وين الفلوس وين هو. دونك انا حلت ماركت بليس فهمتك معناتها بالحق وقته وغراس الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك راكم تسمى زوز يمشيو مع بعض سورتو يعاوننا برشا في الماركتينغ ابار الماركتينغ حتى لا ريدكسيون تاع الكتيبه وال والجروث هاكن اسمه حاجه كيف نكاكا الحق ما نعرفش اسمه بالضبط فهمت. الريدكسيون جو هذاك كل كي معناتها تو راك تنجم معناتها تسالك الامور فهمت. وزيد فوق هذا كل كي تو لنا نكتبوا كلمتين تطلع لنا تصوير ايماج ايماج فهمت شو نبدلوا ننقصوا ما غير نصنعوا ولا فما دي سي تعطيه الفكره يحولها لك الايماج لا ابار بس انت تو عندك مثلا نام بخدين صور احنا الميكرو هذا باش نصوروا باش نبيعوا اوكي نصوروا اما في باك جراوند ماشي يعني نبدل الباك جراوند صحيح كيف بدل الباك جراوند ديريكت. دونك نجم تركح برشا حاجات فهمت على الاقل معدات نجم تدخل في الايكوميرس وتبيع على نجم ندخلوا من الزيرو بالحق برشا الشباب يسمع يقول لك كيفاش نجم ندخل من الزيرو احضر معنا احضر معنا احضر معنا احضر معنا ايوا ما نساوش اللي هي سيرتيفي معناتها من بعد فيها سيرتيفيكي دونك نعاودوا فما كادوات فما كادو قيمته بزينة اي يستحق برشا ماشي لا مش نسخ نقول عليه كود روت. دونك معناتها فما شكون عنده اون سوسيتي ستارت اب قال اني مستعد اني نعطي كود دو لا روت معناتها فما غانيون باش نعطي كود دو لا روت ولا غانيونت اوكي نجم يكون هكا ولا هكا باهي تخيز انتريسون. دونك خليك الميكرو شادي كان عندك كلمه تحب تقولها. وي بالضبط هذه بالحق ميساج للشباب بالحق يعني كيك سوا مواطنين ولا شباب ولا ديتيديون ولا اي حاجه بالحق سيني اوبورتينيتي يعني بالحق في ديسكريبسيون طوندينا تسمى يعني حد شيء يعني بالبوست كافي ولفتو كل شيء اوبورتينيتي ونتوركينغ سيرتو اللي تري امبورتون اليوم اي ايفينمون ركزوا على نتوركينغ خاطر هذاك من بعد باش يقوي لك البراند نتاعك. وي
بوتينتي دي ستيديون مش حتى للعباد اللي عندهم فكره في مخهم يحب يديفلوبيوها ولا شيء يعني عنده حاجه برمجه حتى لي ستيديون ما عندهم حتى فكره في مخهم نصحهم انهم يجيو خاطر بالحق ان واحد من الناس اللي حضرت في برشا ديزيفينمون كيما هكا تكون انت لاباس عليك في امان لا ستيديون انت هدف نتاعك انك تتخرج تقرا تتخرج هكا بالحق يبدل لك مخك تجيبك برشا افكار اخرى افاق اخرى دونك بوكا با كي تجي تاخذ فكره على عالم اخر فهمت ويكون انت اصلا ديك دي زيدي في حاجات من يعني من حاجات الهوايات نتاعك تنجم تطبقهم تولي بحق تجني بهم فلوس حتى مثلا لين الباكور نتاعك لين تتخرج ولا خاطر فانت كونت حتى كي تخرج وتخدم كتير شهري في تونس وكل شيء ما عادش ليه ما عادش البيزنس اليوم تريز انتريسون هذا الوقت لانس البيزنس نتاعك بوش ما طلع لي زيت اليوم كيك سوا يعني الاجون بوش يعني ونجم حتى بعد يكون هي خدمتك انت ثم شكون اصلا باش عباد تخرجوا ودبوا يخدموا كل شيء وبعد بطلوا خدمهم كملوا في الاي كوميرس كل انسان وين يلقى راحته وين يلقى فاهم فاش قاعد يعمل وعارف وين يحب يوصل وعنده لي سكيلز اللي تري امبورطون دونك يكمل في الدومين هذا اهم حاجه قلت بكري كلمه عجبتني برشا اهم حاجه راه نتورك حبيت ولا كرهت ما عندك نجم تدخل ما عندكش حتى فرنك تتعرف على اكس جريك زد من اكس جريك زد نعرف شكون هكاك عندها فما برشا بعد بالحق وصلت جوست كامل من عسلا مش نحوالك لاباس وصلت فلوس هي ذيك البراندينغ هي قوه هذيك دونك كان نخدم زاد على لينكدين تاعنا اهم حاجه زاد دونك يعطي في نصايح السنه ونهار لحد انا مانيش موجود ان شاء الله نهار لحد تلقاوه دونك يعطيكم برشا معلومات دونك يسر انت خليك الميكرو اذا كانك عندك كلمه تحب تقول باني نقول لكم الحقيقه سا سرا تري انتريسون تري انريشيسون معناتها حتى اللعب اللي يحب على الريزوتاج وكل دونك استدعاكم ان شاء الله بحدينا في مستير 9 تاع الصباح بالي دي سيونس وين باش نعملوا برشا جو باش نتفقوا باش نقراو برشا حاجات باش تعلموا حاجات جديده اللي ما عندوش فكره باش ياخذ فكره واللي عنده ديجا فكره معناتها سابقه احنا باش نزيدوا نعرفوا ونعملوا ابديت على اللي نوفوتي والحاجات كيما قلنا كما بوست كافي فما اللي جنيه من بعد نسكن مع بعضنا واي في الكوستا كافي ان شاء الله ومرحبا بكم باهي مشكورين وي جاي ما استدعونا نجيو احنا نواكبوا التظاهرات هذه استدعاكم مرحبا بكم دونك مستمعينا الكرام كنا اليوم حكينا على تظاهره السوشيال ميديا كلوب المونستير تحكي على التجاره الالكترونيه وين استدعوا ثله من احسن المسوقين في تونس واصحاب الشركات البيت نتاعها انه يخلقوا اكثر فرص لتشجيع الشباب على بعث المشاريع وخاصه الاندماج في التجاره الالكترونيه مازال اللقاء متواصل بعد شويه زاد مستمعينا مش نحكيو على انوتخ ايفينمو يجينا من صفاقس خليكم معنا وما تبعدوش لبعيده صوت الموجه